بص يا سيدي، عايزين بقى، هو كده عرض الليسته تمام بس من غير الصوره. قبل ما نبدا في موضوع الصوره، ممكن تعمل هنا في جمله سيلكت تكتب اوردر باي. ماشي يا باشا، اوردر باي براند نمبر، اوردر باي براند نمبر بالنمبر. دي معناها ايه كده؟ معناها رتب حسب الرقم. قال لي عنده نوعين من الترتيب في حضانه واخدينهم، تنازلي وتصاعدي. صح غلط؟ التنازلي قال لك ديسك، كلمة ديسك. التصاعدي كلمة اسك. طب لو عملت ديسك كده، دي كده ايه؟ تنازلي. لا، تنازلي كده يا باشمهندس عبد الله، من الكبير للصغير، يبقى من الجديد للليل القديم. اهو بص كده، اوردر باي هتلاقي متسوبيشي اول واحده، شفت؟ وشوفرليه اخر واحده، واخد بالك؟ طبعا اللي هيقول لي بص عندنا كده، يقول لك ايه شوفرليه مرتين؟ ايه العالم الجهله دي؟ ما تعملوا كونسترينت على البراند نيم وتخلوها لا يقبل تكرار، وبعد الله هيتم خلاص. عشان برضو ايه نحلها، نجيب كوبايه شاي. بص بقى، ظهرنا الداتا كده وعملنا لها ترتيب، عايزين بقى نعرض الصوره. قال لك اول حاجه الصور كانت متسجله في فاير بيز، على السيرفر اللي اسمه فاير بيز الاستورج. ادي البراند ايمج، ادي الصور اللي احنا سجلناها. كلام جميل. طيب قال لك عشان بقى تتعامل مع الفاير بيز في موضوع الصور، بص بقى يا سيدي، عاملين عاملين كام كلاس. اول حاجه عشان تتعامل مع الصور، في كلاس اسمه بيكاسو كلاينت، ودي مكتبه على فكره التعامل مع الصور بتاعت الفاير بيز. دي مكتبه اسمها بيكاسو كلاينت. بيكاسو كلاينت دي بتاخد منها ايه؟ بتدي لها اليو ار ال بتاع الصوره، تدي لها اليو ار ال بتاع الصوره اللي هو عندك من الداتابيز خلاص، وتدي لها الصوره اللي هتتحط فيها وتعرضها لك بكاس دوت ويز لود يو ار ال، وتعرضها لك في الصوره اللي انت هتحطها. ولو ما لقيتش ملف، ما لقيتش حاجه في الصور، افرض لقيت هنا نل، واخد بالك؟ تعرض اي صوره ديفولت. تمام. طيب المكتبه دي، اولا الحاجه دي اسمها بيكاسو كلاينت. طيب قبل ما نبدا فيها، لازم نستدعي ده الفاير بيز، ثواني بقى، ده اليو ار ال. مشغل الكاستوم ادابتر، اهي زي الداتا ادابتر بتاعتنا اللي احنا عاملينها، وعاملين برضو الهولدر والجيت فيو. هي واخد بالك جيت فيو برضو نفس الكلام اهو، بس هنا وادي اهي الحته دي اللي احنا نستغل عايزينها، هي الحته دي بيكاسو كلاينت. دي هتتحط فين بقى يا سيدي؟ اول حاجه تعالى بقى، خد اعمل كلاس اسمه بيكاسو كلاينت اهو، كوبي. ودي مكتبه هنتعامل معاها دلوقتي. كليك يمين، نيو جافا كلاس. الكلاس ده هيبقى فيه الجزء ده سترينج اي ام جي. ليه سترينج؟ عشان بياخد يو ار ال، مسار الصوره. لو خدت بالك هنا ده مسار صوره، لما نيجي نتعامل بقى مع الباينري لا، ده حاجه ثانيه خالص. تمام. وفيها حاجه اسمها داونلود ايمج، فيها الشاشه وفيها اليو ار ال وفيها الصوره اللي هتحط فيها. لو اليو ار ال لا يساوي نل، لو اكبر من صفر اعرض الصوره اللي جت. طب لو هنا إلس، اعرض لي صوره اسمها بوك عندنا. طيب هتاخد دي كده كوبي بيست. اوكي. طب هنقول بكاسو دي غلط ليه؟ اول حاجه هنعرض صوره اللوجو هنا، كانت اسمها ايه بقى الصوره اللي احنا حطيناها؟ لوجو باين. انت هنا ليه حطيتها مرتين؟ مع العلم هنا قلت لو اتحملت الصوره، لو ما قدرش يحملها، لو لقى مسار غلط. ما هو ممكن تبقى نل مش نل، بس المسار غلط. يعني انت تخيل معايا هنا كده الباص اهو، افرض رحت شلت لي حرف بس، خربت صح غلط، فبالتالي ما هي مش نل. تمام. فعشان كده بيقول لك الكلام ده. طيب هنا
ليه بيكاسو تحتها غلط؟ قال لك عشان بيكاسو محتاجة مكتبة هنا اهو في البيلد جريدل. بيكاسو كلاين اهي، واخد بالك؟ اهي خدها كوبي وتروح حاططها في البيلد جريدل برضو. ثواني بس هنك. هنعمل برضو التعامل مع الفاير بيس ده، نعمل شاشة وازاي نسجل فيها داتا ونقرا الداتا، عشان ازاي نتعامل مع الفاير بيس. ادي البيلد جريدل اهو، فين الكومبايل هنا، بس سينكرونايز نيم على الله يقبل الفيرجن ده. دي اللي بتحول الصوره اليو ار ال بتاع الصوره لصوره، مش هو اليو ار ال في الاخر ده لما بتاخده كوبي كده وتروح حاطه كده انتر هيطلع لك صوره الفيل. هو اللي بيعمل الحركه دي، هو الكلاس اللي اسمه بيكاسو كلاينت ده، ودي مكتبه موجوده جاهزه قبلها. تمام الحمد لله. طيب نيجي بعد كده، عايز بقى الصوره اللي هتتجاب، الصوره اللي هتتجاب هنا في الجزء بتاعنا ده اهو، اللي هو لما يتعامل مع البيكاسو كلاينت وياخد اليو ار ال يحطها لنا فين؟ في الصوره بتاعتنا. تعالى بقى ادي الكار، اروح رايح للداتا ادابتر، هنا في ايه الغلط؟ قلت انتر بقى. تمام، اجي هنا بقى في الداتا ادابتر في الحته دي، هنا هقول له دوت، وقف دي خالص كده، بيست، ادي البيكاسو كلاين. قال لي اديني الكونتكست، قلت له اللي هي دي، فين الكونتكست اللي دي، صح ولا غلط؟ اهي اللي احنا معرفين. قال لي هنا اديني الاري ليست بتاعتك، قلت له اللي هي مين؟ الداتا اللي هي دي بتاع الكلاس. قلت له قال لي هجيب لك ايه؟ قلت له جيت، بس هي لازم تبقى ري ليست فعلا. هي ري ليست هنا اسمها ايه؟ احنا عندنا عايزين الري ليست، احنا كنا هنا السناب ده الري ليست. الري ليست هنا اسمها ايه بتاعتنا؟ ام كونتاكت، ام كونتاكت دوت جيت دوت جيت ايمج يو ار ال. قال لي هتتحط فين؟ قلت له في ده اهي في البيك، ما انا هنا تاني بديله الشاشه واديله الاري ليست اللي هيجيب منها الداتا، بعد كده بديله الصوره او مكان الصوره اللي هيتحط فيه. قلت له مكان الصوره اللي هيتحط فيه اللي هو فيو هولدر دوت ايمج بيك، احنا مسمينها بيك عشان احنا مسمينها عندنا فيو، زي ما انت قلت هنا فيو هولدر دوت نيم في في اللي هو التكست دوت سيت تكست، هنا لا فيو هولدر دوت بيك. يبقى تاني استخدمت الكلاس بيكاسو كلاينت، استخدمت الميثود بتاعته اللي جوه داونلود ايمج، قالت لي اديني الشاشه قلت لها كونتكست، قالت لي اديني الاري ليست قلت لها اسمها ام كونتكت دوت جيت بوزيشن دوت جيت ايمج يو ار ال. جيت بوزيشن دي عشان تجيب ايه؟ كل صوره، اول صوره تحطها في اول خانه، ثاني صوره في ثاني خانه، بعد كده هتحطها فين؟ في الايمج فيو. المفروض ان احنا نجرب كده تشتغل. واللي ملوش صوره تتحط الصوره بتاعته الاصليه. بسم الله. خدت بالك؟ اللي ملوش صوره خلاص الصوره الاصليه الصوره بتاعت البرنامج زي ما هو الاكس بيعمل كده. خدت بالك؟ هما الكودين دول بس بتوع الفاير بيس. كلاس واحد اسمه بيكاسو كلاينت بس، وبيتحط في كلاس الداتا ادابتر، فاصبحت الصوره كده. خلاص؟ عايز بقى انا اعمل ايه؟ ادوس على الراجل ده كده يروح لمين؟ للليست. خلاص المفروض نعمل تايتل ونظبط الشكل بقى. يعني التايتل اللي فوق ده مثلا اجي في المانيفست هنا، فين المين يوزر؟ اهي ادي الليبل اهو بتاعها.
اسميها ليست اوف براندز الليبل بتاعها، كل واحده بالتايتل بتاعها كده. والصور بص يعني ايه، اي نعم يعني اتاخر سيكا عقبال ما يلحق، شايف واخد بالك؟ بس ده كده انجاز. ايه في حاجه يا استاذ عبد الله؟ تمام. طيب طبعا احنا هنشيل بقى كل المتكرر عشان ما يبقاش الدنيا خرابه كده، ولو حد شاف الحاجه يقول لك ده مكررين اتنين. طيب شوفوا ليه هنا مش هينفع نشيلها عشان، طب لو دلتناها كده اعتقد احنا كنا مسجلين عربيات تحت شفرلات دالة التمام بي ام دبليو، المفروض بي ام دبليو ما تتشالش، حرام يعني. رينو سيب شفرلات المعفنة دي، سيب متسوبيشي خلاص. والمفروض نحط صور بقى تدل على حاجة بدل حلاوة المولد المحطوطة مع الكيا دي، وهنا شفرلات. طيب المفروض كده أول ما يعمل كده فين اهو، هتلاقي ثلاثة بس ولا أربعة بس اهو. تمام طبعا هو طبعا لو يفضل بقى اللي بيجيب الصور، حتى احنا هنظبطها دلوقتي، نجيب صورة كيا لما تجيبها تجيبها دايرة عشان يبقى كله ايه سيمترية واحدة، فاهمني؟ عشان كده هما بيعملوا كيا هي دي كيا. ايه ده هات اهو خلاص، بس دي قديمه. هي دي علامه كيا؟ ايوه هذه اول كيا بجد، ده سكودا دي. لا لا دي شبه السكودا خلاص، بس عايزين دايره. طيب يفضل عايزينها دايره وما يكونش ليها خلفيه كمان. لا كبيره قوي دي، ادي بي ان جي. اي واحدة بسرعة. مش بي ان جي بس هي كارير دي. لا اي صورة بقى، مش هنقعد يا بس كبيرة اوي هي بي ان جي. طب دي لا، ولا دي طبعا مش بي ان جي برضو. طب واحنا ليه؟ احنا هنغلب نفسنا، احنا نجيب تويوتا ونغيرها تويوتا، هنقعد بقى ندور على بيه. هي تويوتا حلوة اهي، حفظ الصورة بس بعد كده هنضطر نعمل لها ابلود. حتى بالمرة اقول لك ازاي الابلود، بس يا ليك الصور كلها ليه مبارك. ايوه دي كده بي ان جي دي ايه؟ بينجي سيف اهو تيوت. وهات صورة تانية بي ام، كده كده البي ام دبليو ايه دايرة اساسا. في ناس بتقعد تسرق من عربيات الحاجات دي. اه والله العظيم. بص بقى هنا المفروض احنا حذفنا مين ومين، هنخلي دي بي ام دبليو اللي هي شيفروليه، وهقول لك هنعمل ايه دلوقتي. وهنخلي دي كيا، عندنا كيا جبنا كيا ولا تويوتا؟ تويوتا، مش عارف مكتوبه صح ولا غلط. الفيات سبعة. طيب والمتسوبيش سبعة. طيب الشيفروليه هنشال والكيا هتتشال والرينو هتتشال، ديليت صح كده؟ طيب هتخش بقى تعمل ابلود فايل. قبل ما تعمل ابلود فايل تخش على دي وتسميها بي ام دبليو، وتخش على دي وتسميها تويوتا. شلت حرف الاي باين ولا اسمها تويوتا كده؟ وتروح واخد الفايلين دول وترفعهم اهي، وفين تويوتا اهي، تروح قايل اوبن
بيترفعوا، تعمل ابلود فايل عادي وتخش على كل صوره اترفعت البي ام دبليو، التويوتا اللي اترفعت، الاثنين اترفعوا. طب تمام، خش على دي الدبليو فايل لوكيشن اهو، الدبليو دي ار ال اهي، دوس عليها بس كده انت خدتها كوبي. بص اهو كوبي دو كليب بورد، ده بتاعت البي ام صح، وتروح حذف دي وتعمل بيست اهي، واخد بالك بي ام دبليو شايفها، وتروح جاي هنا على التويوتا، دوس بس على داونلود يو ار ال بس كده، كده انت خدتها كوبي تمام، وتروح جاي هنا ثواني بس بيعملها، واخد بالك ابلود فايل عادي جدا اهي، تمسح كل ده بيست. تعال اعمل رن بقى للابلكيشن، مش لازم تعمله رن من تاني، ليه؟ عشان انت ما عملتش انت ما عملتش تعديل في الاندرويد، انت كل التعديل في الداتا، فخلاص مش مستاهله. المفروض نعمل كده رن كده يجيب التلات عربيات دول، ادي التويوتا، ادي الباشا البي ام، وادي الفيت، وادي الاولانيه، واخد بالك؟ يبقى ما كلهم بسيمتريه واحده، تحس ان كله ايه، اما تلاقي صوره كده وصوره كده فبتلاقي الوضع ايه. فدي بقى بتبقى ايه، انت بتقول لليوزر بقى خد بالك الصوره بتبقى ايه مرفوعه بالطريقه دي. طيب عايزين بقى كده الراجل لما ندوس وسيل ديسكتوب براند ايه، الراجل يدوس كده يروح لمين؟ لانواع العربيات بتاعتي. رقم واحد، شفت كل اللي احنا عملناه في الليسته دي، هنعمله تاني بس مع الليسته التانيه، بس المره دي الليسته التانيه بيزد على الليسته الاولى، يبقى مش هتجيب كل بيانات الماركات، ده هتجيب الايه؟ مش كل بيانات الانواع، الانواع حسب الماركه اللي انت اخترتها، صح ولا غلط؟ طيب تعالى بقى ايه نعملها. قبل ما نعملها هنا، ادي كليك يمين نيو اكتيفيتي جاليري امبتي نيكست، وهسميها مين تايب ايه؟ لا ما احنا الليست فيديو بعد الدخول، ده كان الدرور ليست ديت كان قبل الدخول يا استاذ محمد تمام؟ بس يعني احنا عملناها مره فاهمني، فمش هنقعد نزود فيها عشان بتضيع وقت اساسا خلاص. وتروح قايل نكست. قبل ما اعمل بس الحته ديت، المره اللي فاتت لما عملنا كليك يمين نيو، معلش نسيت اقولها، فريجمنت، فاكرين فريجمنت؟ وقلنا لي اوت وكتبنا هنا، ولما بندوس اوكي ولا فينش كنا بنقعد نمسح اكواد، لا شيل دول كده هتنزل من غير الاكواد دي، احنا بنمسحها تشيل الشيك بوكس من الاثنين دول تمام، هتمسح ما هتنزل من غير الاكواد اللي احنا ايه اللي احنا بنمسحها، وريح نفسك نسيت اقولها دي المره اللي فاتت خلاص، اول ما بتنزل فخلاص كده. يا بص اهو فريجمنت كده مثلا بقى نمسحه، خدت بالك؟ مش ده اللي احنا كنا محتاجينه، بس اللي احنا كنا عاملين نمسح هيصه المره اللي فاتت، فلا عشان ما تلخبطش نفسك، دي بس عشان استولها المره اللي فاتت وافتكرت لما ايه فتحنا دلوقتي. طيب همسح برضو الفريجمنت ده خلاص بقى، همسحه عشان مش عايزه. طيب تعالى بقى كليك يمين نيو اكتيفيتي جاليري نيكست، هروح مين طيب فينش، هننزل عليها ليست فيو، نكمل على الفيديو ده ولا ما فيهاش مشكله صح؟ لسه بدري. ادي المين يوزر، طيب يوزر فين؟ من السيشن المهمه دي، الناس اللي غابت دي حرام عليها بصراحه، يعني الحاجات دي اللي نزل ليست فيو اللي موجوده في اي ابلكيشن، هسميها ال اس تي تايبس تمام، سيف. تحب تعرض المره دي الصوره من داتابيز؟ نجربها مره، عايزين نعمل بقى المره دي الصوره من داتابيز، تبدا بقى الاول تروح للادمن، خليه بقى ايه يرفع الصوره الاول وتتسجل بقى، هتشوف بقى الموت اللي هيحصل بقى خلاص. طيب الليست اهي سيف،
نجهز دول وعقبال ما ولا نخش على الادمن نبقى نمشي مراحل نخلص دول اه بعد كده نخش على بس يعني انا اقصد خلينا مراحل صح، سجل داتا بعد كده تعالى اعرضها فاهمني افضل. اه روح للادمن بقى الغي بقى البوك ستور دي انا كنت عايزها بس عشان اخد منها الحته بتاع الفاير بيز، والغي بقى خدوا الحاجات دي يا جماعه، هبص هجمع شويه حاجات انا برضو محتاجها، ابلكيشن احطها في فولدر واحد عشان متبعزقه، احطها في فولدر واحد انا برضو محتاجه الحاجات دي حتى في البيت الواحد بيحتاجها. والستوك ماركت ده حلو جدا ده على فكره في حاجات حلوه كتير، والادمن بوك ستور ده خلاص مش عايزه، ده كنت برفع بيه صور برضو على الفاير بيز لما عملناها المره اللي فاتت، بس احنا محتاج بقى الستوك ماركت والشغلنا ده، ومحتاج برضو الادمن بتاع الستوك ماركت. فين ادمن ستوك ماركت؟ اهو في بص في تلاتة ابلكيشن جوميا وفي بوك ستور ده وستوك ماركت، التلاتة دول بصراحة أحسن. البوك ستور ده الستوك ماركت بتاع الكورس اللي قبلكم على طول، البوك ستور بتاع كورس برضو كان مع كورس محمد بس فاير بيز، والستوك ما والجوميا بتاع كورس برضو كان كويس بصراحة. فبرضو الحاجات دي هتلاقي ادي تعالى بقى بص يا سيدي، رقم واحد هتيجي هنا في شغلنا احنا الادمن كار مينتنس، تعالى بقى الفريجمنت التاني ده الفريجمنت الاولاني، هنعمل الفريجمنت التاني مش هو ده؟ تمام. طيب تعالى بقى كده في ملف الجافا المين، هو لما كان بيدوس على التايب اللي هو رقم واحد بيتجر ادابتر كان بيروح لفريجمنت كام؟ 2، يبقى شغلنا كله في فريجمنت 2. شيل بقى ايه الصورة دي ماشي، وتعالى هنا كده ريلاتيف لاي اوت وشيل ده برضو، ونزل تكست فيو انت براحتك وابني براحتك، او قبل ما نبني براحتنا مش احنا عاملينها في فريجمنت 1 ناخدها كوبي، هنوجع دماغنا ليه؟ فاهم اقصد ايه؟ او خد من كده كوبي اهو كنترول سي ايه؟ لا لا ما انا عاملها، لا ما تاخدش دايما تاخد الكونتنت بتاع الاكتيفيتي، ما تاخدش التايتلز والكلام اللي فوق ده فاهمني؟ خد الكونتنت بس المحتوى بتاع الاكتيفيتي بس اهو بيست ديزاين تمام كده، واروح جاي هنا واروح قايل ايه؟ طيب برضو كانت ايه؟ تعالى بقى افتح التايب فيها اختلاف بقى يا باشا، طيب ان او براند ان او طيب نيم صح ولا غلط؟ بص يا ريس براند ان او انزل بقى الدنيا دي تحت كده بعد كده بتختفي عايز انزل الدنيا تحت ايوه كده مش لازم تكست بس بص بقى يا باشا لا اسمعني بس ما هو ده عشان اه ما كده بيظهر في اه بس حبيت اوريه لك مره كده المره اللي فاتت البراند ان هو ده ايه رقم البراند اللي منين اللي من الاي دي الاولاني عارف يعني اللي هو كان بيتقال عليه في الداتابيز ايه فورين كي وقلنا كلمه فورين كي معناها انا عندي هنا كام براند 7 9 1000 و7 1008 صح 7 9 1007 1008 معناه الفورين كي وحضرتك بتسجل بيانات نوع انت حضرتك بتسجل بيانات نوع لما تيجي تكتب الرقم الماركه استحاله يوافق الا لما يكون حاجه من الاربعه دول استحاله اهو ماركه نوع رقم واحد طبعا احنا هنخلي ده اقفل كده كليكتين عليه ديزاين هخليه اوتو نمبر ديزاين هخليها اوتو نمبر عشان ما نكتبهاش الطيب مش الماركه الطيب اهو واروح جاي كده ايدنتيتي از ايدنتيتي يبقى انا كده خليت طيب ايه سيف اوتو نمبر
Yes. الهندية دي هتجنننا بصراحة، كل شوية عمالة ما يدفعوش فلوس غير لما ايه الهندية دي اهي، بس بقالنا سنة عاملين نتكلم معاها. ايه سيد قالت هاخد، بس بقى ايه الأول لازم اجي اشوف الحقائق، رقم اتنين لازم اجي سيف. لا انا شرحت لها بالانجليزي، طلعت عين ابويا بصراحة، وهي الانجليزي بتاعها مكسر، انا الانجليزي بتاعي مش واو يعني، بس تخيلي بقى الانجليزي بتاعها هي متهبب، فده بصراحه مصلحه ليا يعني، الحمد لله الانجليزي بتاعها مش حلو، كنت هتبهدل. لا 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 الانجليزي بتاعها سيمبل جدا وبسيط جدا جدا. كان انت حضرتك ايه؟ ايه؟ برضه؟ طب ما هو ده بصراحه خدمتني، انا مش واو في الانجليزي، فده خدمني بصراحه. انا قلت هتخرج من هنا هتقول لا، ايه ده نزلت لقيت المدير بعت لي، قال لي يا عم انت عملت فيها ايه ومش عارف ايه، قلت له ايه خير، قال لي اتوافقت واحنا ما كناش متوقعين، قلت طب كويس والله، قلت جت بعد ربنا اساسا. وبيعمل لك بص اندرويد انجليزي، فالكلام انجليزي اساسا يعني ثلاث ارباعه انجليزي، فانا انا انت عارف لو دخلت بقى في كونفرسيشن خارجيه وبنتكلم كلام خاص وكلام يعني عن مثلا الاسره والجامعه، مش هعرف اتكلم، مش هكذب عليك مش هعرف اتكلم معاها دي. لا انا كمان الانجليزي يعني هتكلم بقى في حاجات خارجيه واقعد اتكلم كده ونتكلم زي ما بنتكلم وبنقعد نحكي مثلا موضوع حصل معايا او موضوع حصل معاك، مش هعرف. اما لا فما الانجليزي في الاندرويد فتيجي كويس يعني. وبيني وبينك انا مش هكدب، انا قلت اجازف عشان عايز استفاد احضر لها، فانا قلت اجازف في الحته دي. بص بقى الطيب اهو سجلنا، عملنا ايه كليك يمين كده بقى على الطيب، نسجل جوه داتا. اه كليك يمين ايديت، اخش اسجل داتا بقى. ده خلاص اجي هنا بقى البراند انه واحد نوعها 318 اي، انتر بسجل عربية تمام، وقلت تبع ماركه رقم واحد، قال لي غلط. ايه يا عم المشكله؟ المشكله عندك في براند نمبر. يعني ايه؟ قال لك ما عندكش ماركه رقم واحد، انت عندك يا سبعه يا تسعه يا 1007 يا 1008، يبقى لازم تقول سبعه. تمام سجلت، تيجي ماركه رقم اتنين قال لك ما ينفعش يا سبعه يا ايه يا تسعة. تسعة دي كانت ايه؟ تويوتا كورولا. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان حقل البراند نمبر ده ما ينفعش اسجل في قيمة الا لما يكون متسجلة فين؟ في التاي في الما براند، صح ولا غلط؟ قال لك طب انت هتقول ايه؟ يعني ماشي ايه المشكلة يعني، ايه اللي مزعلك؟ قال لي ما هو مش زعلني اليوزر لما يجي يسجل قدامك خيارين، الخيار الاول ان حضرتك تطبع له كل الماركات اللي بارقامها وتديها له تحطها له على المكتب عشان هو بيسجل النوع، يبص تبع نوع رقم كام عشان ما يسجلش حاجه موجوده حاجه مش موجوده. قال لك ما انت هترجع له للورق، يبقى ايه لازمته الابلكيشن؟ ما ده غلط، بس كان احنا مانعين بنعمل ابلكيشن عشان نمنع الموضوع المانيوال. طب قال لك الحل، قال لك ما فيش حل ان انا وهو بيسجل هنا، فين اللي بتشغل هنا اهو الادمن اهو، وهو بيسجل هنا اعمل قايمه هنا، القايمه دي فيها الماركات اللي متسجله، يبقى انا ضمنت ان هو مش هيكتب حاجه، اختار منهم، ده حل صح ولا غلط؟ قال لك طب الحلو هنا وانت حضرتك بتسجل في الطيب بتسجل رقم الماركه ولا اسم الماركه؟ رقم الماركه عشان ده البيكي ومعروف البيكي هو اللي بيتودى. قال لك طب ما انت مشكله هتعمل مشكله مع اليوزر ليه؟ قال لك ما هو اليوزر هو بيدخل بي ام، ايه اللي يعرفه ليه رقم سبعه؟ طب هو بيدخل تويوتا، ايه اللي يعرفه رقم تسعه؟ يبقى هتضطر تخليه يبص على الماركات، صح ولا تشوف رقمها كام؟ قال لك برضو ما انت برضو هتجنن اليوزر. قال لك طب العمل، طب دلوقتي
اليوزر بالنسبة له تويوتا ولا تسعة؟ مين الأحسن، بي ام دبليو ولا سبعة؟ بي ام دبليو يعني الاسم ولا الرقم؟ الاسم بس. الداتا بيز عايز الرقم، قال لك ترضى مين؟ قال لك ارضى الطرفين، ارضى الطرفين. هتعرض اسم بس هتسجل رقم عشان ترضى الطرفين، تمام؟ يبقى قدامك كده ايه، حلين. الحل اللي قدامك الحل ده انك تعرض بيانات مين، الاسماء بتاعه الماركات وتعرضها، بس مجرد ما الراجل يختار تويوتا يجيب رقمها وتتسجل، فاهمني؟ يبقى لازم نعمل الاول دي قبل موضوع السوق. ده طريقه التعامل مع الفورين كي. اي فورين كي لازم تتعامل بالطريقه دي، اي فورين كي لازم التعامل معاه بالطريقه دي. ليه؟ عشان الفورين كي القيمه بتاعته اللي بتتسجل لازم تكون متسجله في الرئيسي، فلو مش متسجله في الرئيسي هيرفض زي ما رفض دلوقتي، فبالتالي حضرتك هتضرب منك الشغل. طب الحل، قال لك قدامك حلين، هتعمل تكست زي كده وتخلي الراجل يدخل في رقم النوع، رقم الماركه، بس دي لازم تكون ايه، طابع له كل الايه الماركات عشان يعرف رقم كل واحده، تمام؟ يا اما تقول له بقى روح لشاشه الماركات شوف النوع تعالى سجل شوف الماركه وبعد كده سجل النوع. ده عقبال ما يروح لشاشه الماركات ويدور على النوع اساسا هيكون نسي، صح ولا غلط؟ فلا، هيبقى لفح على اليوزر، قال لك خلاص اعمل قايمه. القايمه دي اهي سبينر زي ما متعودين عليها اهو. مالك يا حاج؟ سبينر اهي، سميها اس بي ان براند. القايمه دي هتشيل ايه؟ بيانات الماركات، خلاص. بس هتشيل اسماء ولا ارقام؟ اسماء، صح غلط؟ واحنا عايزين نسجل الرقم، تحب الرقم نعرضه لليوزر ولا ملوش لازمه؟ ملوش لازمه، يبقى نعرف له متغير يشيله ويخليه معانا، متغير داخل البرمجه. اما لو كنت هتعرضه لليوزر كنت نزل تكست صغير يتعرض فيه، خلاص. طيب القايمه دي عشان تشيل من الداتا بيز، القايمه دي عشان تشيل من داتا بيز، قال لك بتشيل انواع الاري ليست. بتشيل اري ايه؟ اري ليست. الاري ليست بتشيل قيمه واحده. يعني ايه بتشيل قيمه واحده؟ يعني بتشيل كولوم واحد. يعني حضرتك يا تشيل كده يا كده. طب انت مشكلتك عايز كده وكده، عايز النمو مين؟ قال لك خلاص اعمل اتنين اري ليست ويشيل واحده تشيل الارقام، واحده تشيل الاسماء. اللي هتشيل الارقام اكيد هتشيل ايه؟ 7 9 1000 و7 1008. واللي هتشيل الاسماء اكيد هتشيل بي ام تويوتا. في يعني الخانه رقم واحد هنا هو قصادها الخانه رقم واحد هنا، صح ولا غلط؟ احسن تقول ايه؟ طب ما انت كده هتجيب ازاي الرقم والاسم؟ قال لك ما انا لو انت قلت لك يا محمد شيل بالبيانات دي خلاص، وقلت لنورهان شيل البيانات دي، الخانه الثالثه عند محمد 1007 والخانه الثالثه عند نورهان تويوتا، صح ولا غلط؟ عشان انتوا شايلين بالترتيب، فانتوا الاثنين اوكي، كل واحد شايل داتا، بس كل واحد قصاده ايه؟ الحاجة بتاعته الصف كله، فاهم اقصد ايه؟ فبالتالي حتى انت لما تخلي ده اري ليست وده اري ليست، انت متأكد مليون في المية ان البيان اللي في الصف الثاني مرتبط بالبيان في الصف الثاني في الاري ليست الثاني، صح ولا غلط؟ عشان الاثنين شايلين بنفس الايه؟ الترتيب، خلاص؟ فأول حاجة قال لك هنعمل اري ليست. عشان تعمل الكلام ده كله، الاريس ده تعمل ازاي؟ اهي فين هي دي اللي احنا عاملينها. واحد قال لك هنعمل اتنين اريليست اهو، ادي الادمن، ده بقى شاشة مين دي؟ الفريجمنت 1 2 صح 2 اهو، رقم واحد عشان اتعامل مع الاريل اللي مع السبينر اعرف متغير سبينر اس بي ان براند، واعرف متغير تكست ادي التكست بتاع ايه تي اكس تي تايب، صح ولا غلط؟ ورقم النوع كده كده اوتو نمبر، صح؟ والصوره ام اس بي او اي ام جي، هنعمل له انشاليزيشن جوه الام كريت فيو. قال لك خلاص اس بي ان براند ايكوال نوع سبينر فايند فيو اي دي، موجوده
لا قال لك لازم فيو، يبقى لازم ده كله يتحط جوه فيو في، واروح قايل هنا في الاخر ريتيرن ايه؟ ريتيرن في. هاجي هنا بقى لما اقول في دوت، قال لي فايند فيو، قال لي ايوه كده تمام، ار دوت اي دي دوت اس بي ان براند، نفس الكلام تي اكس تي تايب ايكوال ايديت تكست في دوت فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت تي اكس تي براند. بعد كده مين الايمج ايكوال image view v dot find view by id r dot id dot img. لا بقى خلي بالك لازم نغير اسمها، خليها طيب بقى عشان كده يبقى عندنا. لا الصوره يا باشمهندس الصوره مش مش التكست. طيب كلام جميل. عايز تملى بقى السبينر، واحد عرف متغير اري ليست. ليه عملت اتنين؟ واحد للنيم واحد للاي دي. خلاص الاري ليست الواحده لو خليتها تشيل الاثنين هتتعامل واحد بي ام دبليو، بس الاثنين خانه كام واحده، اكنك بالظبط هتعمل كده وانت بتسجل كده 9 كوما تويوتا مثلا. بص هتضرب منه. لا ده انا عايز كل واحده لايه لوحدها، عشان كل واحده اتعامل معايا لوحدها، اتعامل مع الرقم بس، اتعامل مع الاسم بس. خلاص طيب دي رقم واحد عرفنا، ادي اتنين اري ليست. دي هتشيل الاسم ودي هتشيل الاي دي، هتشيله من مين؟ من الداتابيز. قال لك خلاص روح على الداتابيز، روح هات بيانات من داتابيز. اجيب بيانات من داتابيز جمله سيلكت عاديه جدا اهو، اروح معرف متغير نوعه كونكشن. تعالى نعملها واحنا شغالين، ما احنا كده كده الموضوع ده ايه اتعاملنا معاه كتير اهو. ادي الادمن فين اهي، واحد. هل يحمل القايمه لما يدوس على زرار ولا اوتوماتيك اول ما الشات يفتح؟ اول ما الشات يفتح، يبقى عشان كده جوه الانكريت فيو. اروح اهي واحد عرف متغير كونكشن اهو يا عم، سميه كون. اتنين عايز الكون يتعامل مع الكونكت داتابيز، يبقى لازم تعرف متغير كونكت داتابيز، سميه دي بي يساوي نيو كونكت داتابيز كون دوت سوري كون يساوي دي بي دوت كونكت داتابيز. كانت ضمنت انه عمل ايه كونكشن صح ولا غلط؟ اروح قايل الكونكشن ده هستخدمه عشان اعمل عمليه سيلكت، لازم اعرف متغير من نوع ستيتمنت اس تي ام تي، هات كاريت كون دوت كاريت مين استيت. قال لي في مشكله، قلت له ولا مشكله ولا حاجه، ده اكسبشن. قلت له خلاص تراي وكاتش. قال لي عايز تنفذ جمله ايه؟ قلت له جمله سيلكت. طالما جمله سيلكت يبقى اكزيكيوت كويري، وطالما اكزيكيوت كويري يبقى ريزلت ست. اروح معرف متغير ريزلت ست ار يساوي نيو سوري يساوي اس تي ام تي، ار يساوي اس تي ام تي دوت اكزيكيوت كويري. قال لي ايه الجمله اللي هتنفذها؟ قلت له استرجاع بيانات الماركات. قال لي خلاص اهي سيلكت استريك فروم براندز ولا كار براندز اسمها هنا اسم الجدول اهو. قال لي تمام هيجيب كام بيان؟ كذا بيان، لا اكتر من بيان، هيجيب بي ام دبليو تويوتا وشيفورلي، وممكن لو زادوا هيزيد صح غلط، يبقى هيجيب اكتر من حاجه. اروح اقول له ار دوت نيكست الاول، يبقى هعمل له بدوه وايل اهي، هيفضل شغال طول ما الار دوت نيكست. الداتا اللي يجيبها يحطها فين؟ في السبينر الري ليست بتاعتنا صح ولا غلط؟ هنا هيحط النيم وهنا هيحط، اروح قايل له حط في الاي دي دوت اد. قال لي احط لك ايه؟ قلت له هات من الريزلت سيت دوت جيت سترينج الاي دي. هتشيل مين؟ هتشيل الارقام ولا الاسماء؟ الارقام اللي هي رقم كام؟ لا واحد، خانه رقم واحد اهي. الاري ليست الثانيه هتشيل الاسماء، اروح قايل له اهو
سوري هي واحدة ليه اه دوت اد ار دوت جيت سترينج رقم كام؟ اتنين اللي هو العمود التاني. ما هي دي واحد ودي اتنين يا نورهان. تمام كده انا ضمنت ان معايا مين؟ معايا الاي دي ومعايا النيم. بعد ما بيخلص المفروض الداتا تتظهر في السبينر. طب اظهر الداتا، الداتا اللي هتظهر في السبينر الاي دي ولا النيم؟ النيم. قال لك هتتظهر عن طريق اري ليست، بس قال لك لازم تستخدم حاجه اسمها اري ادابتر اهي. فاكرين ما كنت تعرض في الليسته؟ نفس الكلام اهو، اري ادابتر. هنا عامل هوايل، ممكن برضو تعمل هوايل ار دوت نكست على طول، بس خلينا نشوف دي لو استخدمناها دو هوايل هيحصل ايه. اهو قال لك بقى تعمل ايه؟ اري ادابتر سترينج اسمها ادابتر، اري ادابتر ار دوت لاي اوت السبينر اسمها ايه؟ عندنا بقى مشكله هتحصل، الليست هنا السبينر دي لازم تاخد شكل زي اللي اوت احنا عملناها زي دي بالظبط، لازم تاخد ستايل زي ده. خلاص وبعد كده هقول له عرضها فين. لا هي لا احنا عاملين هنا، بص اقول لك هنا لازم نعمل هنا عاملين سبينر ايتم اهو، حاطين في تكست فيو سبينر ايتم، حاطين في تكست فيو بس، حتى ما فيهاش حاجه. شايف دي لازم تعمل السبينر عشان تحط فيها بيانات من داتابيز او بيانات انت هتجيبها. فاكر السبينر دي استخدمناها امتى؟ بس كانت داتا ثابته بتاعت سيلكت ايتم، بتاعت كانت داتا ثابته حتى بتاعت الجندر او ميل او فيميل او الجوب، بس كانت ثابته. المره دي جايه منين؟ من داتابيز. قال لك لازم هنا تعمل شكل اللي انت عملته ده لاي اوت، وفي بس تكست اهو، هتعمل فيه شكل تكست. اروح جاي كده كليك يمين نيو لاي اوت سبينر ايتم تكست، مش بتضرر كل ده ولا لاي اوت ولا حاجه، عايز تكست واحد تكست عادي اهو. هاجي هنا بقى هقول السبينر بتاعتي او الداتا بتاعتي تتحط في السبينر ايتم منين؟ من السبينر اري ايه؟ اري نيم. بعد كده الداتا اللي هتتحط فين؟ في ادابتر، هتتعرض بطريقه سمبل سبينر درول درو درو دروب داون ايتم. فاكرين سمبل ايتم ليست 1 اللي هي طريقه العرض ايه؟ تحت بعض. بعد كده كده مين اللي شال الداتا؟ اروح اقول له اديها للسبينر اللي اسمها براند اللي انا مسميها. سيف كده، ده ماله؟ ما بيتعملش معايا سبينر ايتم. لا ماله ماله، دي السبينر ايتم اللي احنا عاملينها اهي، ودي اري نيم احنا عارفينها فوق اهي، متعرفة. بس هو من الواضح مش شغال مع فريجمنت ولا ايه؟ اري ادابتر اي ان تي ات الليست سترينج. تمام البيلد ريبيلد كده، ما هي نوعها سترينج اهي تانية. كلاس يورس من اكتر من كلاس؟ لا باشمهندس ازيك عامل ايه؟ هخلص كورس بس واكلم حضرتك. ماشي يا باشا، اتفضل 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 يا شمس. بص نوت ستون، شكل من الواضح ان الري ادابتر دي ما بتشتغلش مع كلاس، مع فريجمنت. طب لو عملنا كده هنجرب حاجه بس.
خدت بالك؟ خدت بالك الايرون منين؟ بس ده مشكلة دي. اه طبعا ده جاب في ايرور تاني، ما خلاص بقى، ما انت غيرت الفريجمنت، واخد بالك؟ لو كنا بنعمل حاجة نخليه يفهم ان ده اكنها اكتيفيتي. لا ده تاني كانت جيت اكتيفيتي، خدت بالك لما حطيت ده بيقول لك مش شغالة مع فريجمنت. بص اول ما بحطها بيحصل هنا تتشال. طب حلها ايه دي بقى؟ طب وانا لو خدت الكود ده لا، يعني لو عملت، اقول لك لو عملت دي كانت كوبي، بص فكر معايا في الحته دي، ورحت عرفت كده متغير وقلت عليه بابليك، كلام جميل، واجي هنا اخد دي كات واحطها في المين ليست، عشان المين اكتيفيتي بتاعتهم اللي شايلهم هي المعلمه بتاعتهم، اروح اي الليست واحطها هنا في الاون كرييت، بعد ما التاب طب تخلص فين الأم اهي، حتى في الاخر خالص ماشي. وهنا هقول فريجمنت 2 دوت ادابتر، ده هعرفه فين فريجمنت 2 بابليك ستاتيك تايب، عشان ينفع يتقري في المين ليست هنا اتقرب، تمام كده. والاري لازم اعرفها بابليك برضو، هنجربها الاري دول بابليك ستاتيك برضو عشان يقدر يتقروا هنا، واقول فريجمنت ايه، فريجمنت 2، يبقى انا كده بقرا من شاشة من شاشة، فاهمني؟ هنجربها. وهنا برضو فريجمنت 2، هنا السبينر بقى بتاعنا اعرفه، مش مشكله اهو فين السبينر، اي اخدها قط، لا لا خليها كوبي عادي. طب لو عرفته برضه هو كمان كوبي بابليك، استاتيك برضه، وجيت هنا قلت فريجمنت 2 برضه، هنا فريجمنت 2، نجرب كده بس قبل ما نجرب. المفروض فريجمنت 1 ديت لما يدوس عليها، صح ولا غلط؟ فين الميل؟ لا هناك. اه لا دي شاشة، ده في الادمن، انا لخبطت، دي الادمن، انا فكرت في الليست، كنت مفكر ان احنا هنا. لو ده بس انت بتتعامل مع حاجه مش موجوده في الشاشه دي، واخد بالك؟ موجوده في فريج، في فريجمنت تاني خالص. فريجمنت 2
نرجع دول بقى كده لطبيعتهم. دي هنا نوقف لحد هنا، دي دول لك كده. طب احنا لو عملنا كده اكيد ناس حصل معاهم المشكلة دي. فين الادابتر هنا؟ بص اعملها ازاي، اعملها جوه كلاس، جوه الكلاس. بص واخد بالك، بص بسم الله كده. لو عملنا كده ميثود بيبيوليت، نسميها مثلا بيبيوليت سبينر، ماشي؟ واخد الكود ده قط، مش هو ده بيست؟ لا برضه كان نوت ريسورف كونستراكتور. هو ما هو جوه، بس انا بقول لك كان نوت. طب بس لو خدنا دي كده كوبي وحطيناها هنا زي ما هي كده، ومسحنا دي، هيقول حاجة؟ هو برضه رفض. بتقول ايه يا باشمهندس عبد الله؟ ضربت سيف فريد ما كانش يعني ما حطهاش في الكلاس وبدا عليها ان هي تصدق. استنى استنى، انت عارف الايرور منين؟ استنى مش زيس، زيس دي اكتيفيتي. رجع يا عم كل حاجه يا عم، وخلي دي كده. زيس دي يعني بينادي على اكتيفيتي، هو بينادي على فريجمنت، يبقى جيت اكتيفيتي. مش مشكلة، محدش بيتحمل بلاش. اعمل رن كده، مش احنا قلنا بنتعمل ده جوه اكتيفيتي، جوه فريجمنت، يبقى جيت اكتيفيتي. بسم الله فتح اهو، بس فين بدي التايب؟ بص خدت بالك؟ طيب تعالى بقى بسم الله، نيجي هنا جايب كله ولا جايب حاجة؟ ما حاجة هم الأربعة بتوعنا صح؟ تعالوا نجيبها باللون الأحمر عشان احنا ايه، بس تختار كده عشان احنا هنا في السبينر ايتمز تكست. بص ايه مخلين التكست كلر ايه، وممكن تعمل له بوردر والكلام ده كله، وطبعا احنا ايه هنلغيه خالص. طيب هنا بقى عايزين نشوف حتة الاي دي، حتة الاي دي اللي هي دي، هات فريجمنت 2. المفروض لما يضغط على الايتم يجيب الاي دي بتاعه، صح ولا غلط؟ دي حاجه اسمها سيت، نعمل للسبينر ايه اكشن، اكشن ممكن تعملها سيت اون ايتم، وممكن في عندي اكشن اسمه زي سيلكتد، اكشن سيلكتد اهو، سيت ايتم سيلكتد لسنر. طب ليه؟ ايه الفرق؟ اون ايتم دي معناها افرض الراجل اول ما فتح كده، اه هي التيوتا اللي انا عايزها، وانت قايل الاي دي، انت قايل الحدث لما ادوس كليك، يبقى مش هيشيل الاي دي بتاع تيوتا، فاهمني؟ اما سيلكتد اول ما يحصل تغيير في القايمه يتغير اوتوماتيك، تلاقي اول حاجه هي ايه، واول ما يحصل تغيير في القايمه حته ملء القايمه ده تغيير في القايمه اساسا، ملء القايمه ده تغيير في القايمه. فقال لك خلاص هنستخدم الحدث اللي اسمه سوت اون ايتم سيلكتد لسنر ادابتر كذا كذا، هخليه يشيل بقى مين؟ السبينر. منين؟ من الاري اي دي. بص بقى يا سيدي هعملها ازاي، اروح جاي كده، اروح ايه اس بي ان براند دوت سيت اون سيلكتد، صح كده؟ ايتم سيلكتد ليست نيو اون ايتم سيلكتد ليست،
تمام اهو. قال لك اون ايتم سيلكت ده اعمل ايه؟ واحد عرف متغير string تايب اي دي، اتنين التايب اي دي ده يساوي هياخد منين؟ منين؟ لا من السبنه من الاري ستار اي دي دوت جيت. قال لي اديني الاندكس، قلت له الاي اندكس اللي هو بوزيشن. ازاي بوزيشن؟ ده بوزيشن ده بتاع القايمه كده بي ام دبليو مثلا متسوبيشي كيا، يبقى كده 0 1 2 3. طب ما انت لما تاخد من الاي دي رقم 0 يبقى كانك خدت الاي دي بتاع بي ام دبليو. خلاص ليه؟ عشان القايمه دي مملية من الاري ليست، فالاري ليست لو عنده بتاعت النيم كيا رقم 1 يبقى في الاي دي الكيا رقم 1 برضه. خلاص فعشان كده قلت له تبقى للبوزيشن ده، واروح عامل توست اظهرها عشان اشوفها بس. جيت اكتيفيتي ما ننساش كوما تايب اي دي كوما توست دوت لينس دوت شو. جرب كده المفروض اول ما تفتح تلاقي توست ظهر. سبعة اللي هي بتاعت مين؟ صح؟ تعالى بقى كده. كام؟ تسعة. كده انا ضمنت ان معايا مين؟ عشان اقدر اعمل سيف بقى للداتا، يبقى ضمنت ان اليوزر ذات نفسه مش هي مش هيكتب الاي دي خالص. يبقى انا ضمنت ان ظهر الاسم بس هسجل الرقم بس. طبعا انا هلغي ايه التوست ده. ستوب.